بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسر دوادا إن كتبتي أنا قلت لك لني برنامج في جوان قادشم إن خاصة واحد بلوني كتاب كي مركز صنكا كورمي أما كتاب الصوم مجي عيسى لدهي وحين نسود إن ولا ليا شل ترى إنه كسور رمنين تعريف انتي يقي حدي صونكا وحلو يقان الشرعي آهان وحن كلا وحكات الممنع أحكام دورة وكم إذا مركا إن صونكا أحكام تي صونكا كم إذا عين وحكات الممنع وحين نشوف تي صفحة دام بقى سقالات مركا كتابك مختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولا لي العدي مركا وباهن كتابك ان ان هاي سنين وحن ان كعد سنية ان يسوى بي دي اف اي كلا سود دقان ان بوغ غالدي دوت كوم ان هل كاسي يكيلي ان كتابك وين كاخر سن كريان مركا سي اينو وضا چان قادنو ومركا اينو كتابك هل كاو قبلو انو كتابك هل كاسد كهلي سن ولا لي الله يدين حفتي وبارك الله فيكم كتابك اني اين مركا اسكبل عبان ان اهدي الله كدقا ان شاء الله تعالى صفحة السجالات أيا نكب لها بإن شاء الله تعالى وحين نكور رم إن ولا ليال إن ضد يوغا إن مركة أي أفران يعني مركة أفران وحلو قتش إذا مركة أي إن أي عنتيس كعنان في نهار رمضان مالنت رمضان بحديدة أي قفك أفري أو عنت أي عني dadka qaar ayaa waxa ku waajibaysa al-imsaaku yaani al-imsaak waynu afka xidhaam qolyahaas aynu ka warramin waayahay wuxuu dhahay markaa mu'allifkii kitaabku wakada xaayitun wanafsaun taharataan waxa kaloo la mida yacni dadka markaa cudurdaarka leh sida markaa haweeneyda xaayidka ah ee dhiiggii caadada heshay ama markaa kii dhalmada marka ay istaahiriso fi nahari ramadaan yaani maalinta ramadaan markay haweeneydaasi ay istaahiriso waxa ku waajibaya ama waxa ku laazimaya waa qowlkaasi siduu dhahay dhow dabcan laba qowl ayaa jira labada qowlba waanu sheegayna insha Allah ta'ala qowlkani wuxuu tilmaamayaa in ay marka al-imsaak la imanayso in ay afkeeda xidhanayso oo aanay marka cuntada si cunaynin sidoo kalena waxa ku waajibaya al-qadaa wa inay soo qallayso إذا طهرت هدي أي مركة ولا ليال أي طهارة قادته الحائض والنفساء لبدي هوين مركة تي حائضتها هي مركة عادة هي مركة تي نفساء هي مركة إن لبدي قبضت وهي تي مركة ديك عادة هي ديك دلما دوي هوين دي مركة هالشيء هدي أي طهارة قادته في أثناء النهار يعني مالنت النهار كرمضان رمضان يعني مالنت مركي تهي حلق مالنت مركي طهارة دي اي قادو فيقول المالف مالف كما كاو حلي انه يلزمهما شيئان لبا الشيب لبدا قبدو دي طهارة قاتي كو واجبية اما كو لازمية الاول ككواد وحوية الامساك وين اي افكا حدان او آلي عنتدي اسكسي عنين وايا هاي طبعا مصو ما نصو كنا كما انصحيو وين يدي لما يمنين لكن هدنا الامساك بكل لازمية ايو داي مركا ان شيخي سيدو كلا واحا كوا كشبيا القضاء ان اي سو قدان اما اي سو قليان مالين تير دافتي مالين تير دافتي ان اي سو قليان دي تاوين فهمنا ايو وفر الوي رمضان مر هدي فر التهي واجب تهي مالين تير مركا كو دافتي واد سو قليان اي سوانا واح واجب لغو قلي اي دين لغو قلي اي هاي ارين تاكو سابسي سانا الامساك ان اي مركا عنتدي كقابسان اي سو قفكي آن عنتدا آن عنينين ولا بقول باكر قول كني وحو تلمام يين انا عنتدا عنينا الامساك اللي منيسو قول كلا بعدنا نخرنا والقول الثاني قول كلا بعد سنه وحوي انه لا يلزمهما الامساك كما لا سميسو ان اي مركا افك حدان اما اي كجوكسدان مركا عنتدي لان النهار في حقهما محيا لي وحوي قول كني وحو تلمام يا وحو يدي سببته وحي تهي مالينتا مالينتاس دي مباي سومانين با عدورتار نوي هيستا محايدا باي هدما النفسا باي عذرتان رسمية بي هيستي لأن النهار في حقهما غير محترم إذا أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا أو باطنا وحتي الماميا مالنتي
حق بيقول يهين إن أفران عدور دار بيه يستين وين أو بنانة دين أفران عن تدا يعنان مالين تبيلو جدي هرة لأنه ده ما يدا ظاهر ما يهين حلقة مركي أي دهارة قاتن قول كي هرة وحود وين أفكو دحدان صنع قليان مالين تك تك تي قول كنو حلي يهين ما يكون ملا اسمه يسوع إن أي أفكو دحدان تو ويسكعوني كرتا إن في ظاهرا وباطنا يدو مركي الله أركي كريو أما سيقر سودي أما سيمو قتل بدبا وهذا القول قول كان دنبا يا الراجح واهكس راجح وصحيح يك صحيح اهو ليبا وعليه فيلزمهما القضاء فقط وحكل يومك كل لازم يين اي سوق ليان ان اي سوق ليان كل كهدي هوين دي الظهر قادته مالين رمضان ان يعني كما لازم يسو ان اي مركا ولا ليا سيده قول كلا بعد تلمام يا راجح اهي ان اي مركا افكي اي خرتو مركا ويسك عني كرسا عنتدي إن وين سوق لاني سامالين تام وياه وكذلك ومسافر قدم مفطرا وحكلو كم دا يعني قفك لقاو ربو إن ومركا إن إمساك ولي ما تو أما إن أنا عن تديس كسي عنين وحكم دا قف مسافر مصعتا ومركا يمي إسوع عن تعون يجيمي إسوع مركا أفري او مركا يعني صوم مسافر كواحد تلمامني انو عنتا عوني كرو او مركا وصوق اللين كرو او كفايدة يسان كرو مركا عدور داركا رسمي اهي وقال وسيي يا شرعي اسلام كو وسيي مركا مركا قوف كاسنا هدي او يمادا شخصي كاسي ديگان كي يميشي او دقنا مركا او يمادو نيساقو افوران او عنتا دعونا يمركو يمادو واحد تلمام يا قول كني إسقنا واحد كل لازم يساينو إمساك ولا يماتو معناها إنه عنتدي إسك دايو وأنا عنتدي عنين إسقى حرمين يا بشا بركة سنة رمضان يدعان كويمي إسقى حرمين يا سيدو كلا واحد كوا واجب إس قضيه ينو ساق لي مالنتي أي كوا واجب إس أي المسافر قف كي مسافر كيس عتداها إذا رجع إلى بلده هطو كل عبت بلد كيس يدعان كيسي وكان مفطرا في سفري أونا أهامد مركا أفري حلي جو سفر كو كتير يا مس عتدا وآها وآها يعني قف معناها يعني أفري أو عنتدي مركا عني إن هدو آها فإنها إذا رجع في النهار هدو كل عبت een maalinta ramadaan haduu ku laabto gurigiisi iyo deegaankiisi iyo baladkiisi haduu ku laabto wajaba alayhi limsak wal qadaa wa hakuwa jibisa ayu leeyahay qawlkani in uu imsak la yimaado iyo in uu soo qaleeyo waliba labadasi way ku wajibaysaa ayu qawlkani leey qawl labaad ayaa soo socda isaguna inoo sharxi doona marka mas'alada wal qawlu thani qawlka labaad isaguna waxa weeye fil mas'alati ee ku saabsan mas'aladan ma arrinkan qofka socotada ah ee la yiriha yaani yan waxba cunin mar hadda baladkaaga aad timaado xurmeen iyo bisha barakeysan ramadaan ee waxba cunin qowl kale ayaa jira annahu la yalzimuhu limsak imsaki kuma laazimay liannahu mahayali yajuzu lahu alfitru mahayali sabatu waxa weeye markii horeba inuu afuro way u banaanay fi awwal an-nahari maalinta bilowgeedi markuu socotada uu ahaa 8-19 subaxnimo markuu socotada uu ahaa waxa uu banaaneed inuu cuno gelinkii dambe markuu gurigiisa uu yimina sidaas oo kale ayay u banaantahay inuu cuno dhaahiran aw baatinan hamu qzo yani dadku arkayaa ha cuno ama isadu aan la arkaynin markaa ay qarsoon tahay cuno وهذا القول قول كان دنبا يا هو الصحيح كصحيح واسدا وهي هي هلكي بن مركا ولا ليال اينو مركا ديب لا بان ان لبدي قول اي مركا ان ومؤلفكو وساروري اي مركا شيخ شرحي قول كي هو روحو ها ولا ليال هوينيد اب سومالي من كوشي غني مكان كوبل بلادين ان شاء الله تعالى سي مركا لو فهم ولا ليال هوينيد هدي اي الظهار قادته في نهار رمضان يعني مالنت رمضان هدي اي الظهار قادته اي كظهار قادته حيدي مركا نف نف يعني ديجي دالمدا لبدا ميدون هدي كظهار قادته مالنت وين رمضان وحا كل لازم يسا اي قول كي هوراي ولي هي ان اي مركا افكيد خيدته يين مالنت سوق ليسو إن أي مالين تاسوق اللي سوى اللي سكوا فقسين يهو أن قرني لأنه صنك وفر البوكو يهيو وحوي واجب أيوكو يهينا سوق اللي سو لكن قول كان ده هيو وإن أي مساك سميسايو مرهداد ده رقادتي إن الحرمي سو بش بركي سنة رمضان وإن أي دعون تسيعون خلافوية ومسالة خلافية والا سكوا هيا علمادو قولنا وحلي يهي مركا ويكو لازم يسايو عن تمعون يسو سي أي مركا وحرمي سو بش بركي سنة رمضان قول كلابادنا وحلي يهي مايا
ee marka yani way cuni kareysa iyadoo yani dadku ay arki karaan iyadoo marka aanay dadku arkayna ama iyadoo muuqata ama iyadoo aan muuqanin labadaba way cuni kareysa cuntadii way cuni kareysa sababtuna waxa weeye ama yani waxyalaha ku kalifay waxa weeye ayay dhahayn qowlka labaad ee saxiix ee raajixa waxa weeye bay dhahayn qaybtii hore maalintii hore intaanay dahara qaadanin haweeneydaasi waa tii cuntada iska cunaysay ee cudurdaarka rasmiga ah haysay weeye cudurdaarka rasmiga lahayd weeye marka labada qowl ayaa masalada ku jirta qowlka raajixayna waxa weeye inaan imsaak lagu lahayn oo ay gabadhaasi iska cuni karayso cuntadii ayna iska cabbi karayso dadku ha arkaan ama yaanay arkin qowlka kale ee ku saabsan ninka socotada ama shaqsiga socotada ee musaafirka ah ee isaguna cuntadii cunayay ee cudurdaarka ilaahay uu siiyey ee cuntadii iska cunay isagii wuxuu yimi yacni beledkiisii iyo deegaankiisii buu yimi mar hadduu beledkiisii iyo deegaankiisii uu yimi qowl wuxuu tilmaamayaa beledkaagii haddii aad timi markaa waa inaad imsaak la timaadaa oo yacni cuntadii kuu furnayd ee aad cuni karays aad cunaysay sida badheedka ee kaska aad u cunaysay ila cudurdaar buu haystay jooji oo markaa imsaak la imow qowlka labaadna wuxuu leeyahay may kuma laasimaysa imsaaku oo yacni cuntadii wuu iska cuni karayaa oo sidii markii horeba maalinta gelinkii hore aba ay ugu bannaaneed inuu cunto uu cuno ayay iminkaba ugu bannaan tahay ha muuqato si muuqata ha u cuno ama yacni si qarsoodiyaba ha u cuno wa haada alqowlu qowlkan dambe ayaana ah huwa asaxiixu ka saxiixa qowlkan dambe ayaa wallahu aclam waayahay haddaba aynu ku soo laabanno safxadda tobnaad ee kitaabka marka mukhtasar kitaabu siyaam min asharx almumtac lishiikh ibnu cuthaymiin raximah ullah waayahay safxadda tobnaad baan iminka bilaabayna qowluhu waa mu'allifka hadalkiisii baa marka iminka aynu dhacayna wuxuu yidhi wayusannu waxaa sunna ah limariidin yaduruhu qof yacnii mariida ama qof xanuunsanaya oo bukaana haddii xanuunkaasi uu dhibayo yacni waxaa sunna ah buu isagu tilmaamaya waa mu'allifkii kitaabka qore waana madhabka xanaabilada wey waxay sunna ka dhigeen markaa yacni in ay waa u bannaantahay qofkii inuu cunto uu cuno wa min asunna bay ka dhigeen markaa ay aya sunnu lahu lfitru waxaa markaa u bannaan inuu cunto uu cuno qofkii markaa xanuunsanaya ee xanuunku uu dhibayay sunna waxaa ah bay dhaheen in uu markaa afuro oo yacni cuntadii cuno si aanu naftiisa u mahlakaynin oo naftiisa markaa halis u gelinin والصحيح لكن سيدا الصحيح هي وحوي أن المريض قفك حنوسان يبكى إذا كان الصوم يضره هدي صوم كاسي ودبكو كيني يا من مهلكو كيني أن الصوم حرام يعني صوم كيما حرام بكي ما الصوم يسيد هدي مركا يعني حنون وقد حنوسان يسيد بكانا تهي أو مركا ولا ليال aad haddii aad soontid aad ku dhibaatoonaysid oo mashaqo iyo dhibay kaa soo gaadhayso soonkii xaaraan ayuu kaa noqonaya way wa sawaabu way yahay intaan wan isla fahannay ayaan filayaa inta hadda isla fahannay nahaabad soo qoraysaan insha allahu tacaala si aan ugu gudubno marka chapterka kale ama cutubka kale oo isaguna ka warrami doona marka qofka musaafirka xaaladaha uu yeelanayo ma fahanteen walaalin intaa mise mugdiba ku jira miyaynu ku celinaa mise way ila fahanteen oo ila qaadateen intaa khayr allah idin siiyo kitaabka haddaad dhegaysanayseen tabcan hadda kitaabka haysateen wada ila arki kartaan safxaadkan mari samiire genye waxay tidhi haa waan fahminay rayaan waxay tidhi haa haa bay tidhi amiina zahra sidoo kale haa 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 tabcan su-aalaana hadhow tilo waan idin weydiinayaa insha allahu tacala imtixaankana wayna ugu jiri doontaa haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala sheikh waan fahnay ayay dhaheen saasaa loo badan yahay wallahu aclam waad mahadsantihin baraka allahu fiikum waxaan u gudbaynaa markaa baragrafka kale والصواب سيدا صوابك هي وحيتا ما يعني سيدا صحيحة هي صوابك وحوي أن المسافر قفك مسافر كي سعطتا هي له وحولي ثلاث حالات صد حالة ضد بولي صد حالة ضد ميدن وي صد حالة ضد بولي وحوي وإن معناها أي سقميد أي أتهي إن أصوم يين أفر الله بضب أي سقميد أتهي وكو أما إن يعني إن أو أفر أي أفضل ده يود بع سنتي تاسر وحالة دلبا يا حالة صدحات إن هدي وصوما أي ديب كو تهي صوم كاسي محالة سمين يا حكم كيدا محو نقونية محيسة تلاد النقونيسة صدح ذا حالة دو دي قفك مسافر كأولي هاي أما صدح ذا الظروف دي كلادو دوان أي ومركة هل كان شيخي نوغو شيري كو مرحلة دو كوادا نسوا قبنو ألا يكون لصومه مزية على فضره ولا لفضره مزية على صومه وين يعني قفكي مسافر كاها هدي وصومه
iyo hadii afur ay isugu mid u tahay ama haduu afur iyo hadii marka uu sooma ay isugu mid u tahay muxuu sameynayaa yaani waa isugu mid hadii uu sooma iyo hadii uu afur wax dhiba kama soo gaariyan labadaba maxaad sameynaysaa fa fi hadhihi alhal halata marka nuucaasa iyo marka marxalada sidaas yakuunu sawmu afdal wa hawaya in uu sooma ayaa wanaagsananis isaga waliba cudurtaar haysta rasmi ah oo haduu dana uu cuni karaayo uu haysta marka fursada ay chaaniska ay la waqf musaafir ilaahi ba siiyay cudurtaarkaasi yahay rasmi ah aan haddana hadii xaaladaasi ay jirto oo macnaha ay isugu mid ay u tahay inuu cunto cuno iyo inuu sooma hadii ay isugu mid ay u tahay marka waxa wanaagsan yakuunu sawmu afdal inuu sooma ay wanaagsananis wa hada ma dhahaba ilayhi shafi'i rahimahullah wa nasidu ku tagay imam shafi'i muhammad ibn idris shafi'i rahimahullah rahmatan wasi'a wa ya marhalata halata labad ee marka ku xigta waxa noqonaysa an yakuna alfidru arfaq bihi in yaani hadii uu cunto cuno ay u fududahay cuntadii uu cunayay ay u fududahay oo ay u dabacsan tahay macna waxa looga jeeda een markii hore waxaynu nidi waa isugu mid haduu soomo iyo haduu afuraba waa isugu mid marxalada xaaladda labaadna waxa weeye in uu afura ayaa u fiican kana waxaynu leenahay fahuna naqulu marka halkana waxaynu leenahay alfidru awwal waxa la horumarinaya macnaheedu inaad afurtid ayad la horumarinaya inaad afurtid ayad la horumarinaya qaybta saddexaad waxay tahay walaaliyaal an yashqa siyamu wa in sunki umarka an yani udibu ku hayo alayhi mashaqqatan shadida ghayra muhtamala yani wa in yani qafki musafir ka aha ay dibayso in u sooma mashaqa ay ku tahay dibni yakadeed ay ku tahay aanu awoodi karaynin fa huna yakunu sawmu fi haqqihi haraman halkan marka hadii soonki marka uu ku dib uu ku noqdo oo mashaqo uu ku noqdo oo kadeed uu qofkii uu ku noqdo inuu sameeyo socota ah marka soonki ba haram buu ka noqonayaa waa in cudurdaarkii alla ku siiyay ee sharciga islaamku ku siiyay aad ka faa'iideysata wayahay intaasana yaan dana dib ugu laabanayna insha Allah ta'ala oo af Soomaali baan ku sharaxayna insha Allah ta'ala walaaliyaal qofka musaafirka saddex xaaladood midin weey mid waxa weeye in ay isugu mid u tahay in uu soomo iyo in uu afuro waa isugu mid keeba dooranaysa marka haddaad soontid waa wax dhiba kuma soo gaariyan hadii aanad soomin yaani wax dhiba kuma soo gaarin waa isugu kaamid keeba dooranaysa marxaladaas haddaad xaaladda saasa aad tahay waxa wanaagsan inaad soontid ayaa wanaagsan taas waa xaaladda koowaad xaaladda labaad waxa weeye waa in ay ku fududahay in aad macnaha iska afurtid oo cuntay iska cuntid oo hadii marka yaani aad soontid soonto ay kugu yara adag tahay marka keeban qaataa taladu maxay noqonaysaa waxa taladu noqonaysaa hadii ay ku fududahay oo ay ku dabacsan tahay in aad afurto waad afuraysa waa xaaladda labaad xaaladda saddexaad ee qofka socotada ama musaafirka waxa weeye in ay marka dib ku tahay soonkuba dib uu ku yahay mashaqo kaleed ay ku tahay marka soonku xaraam buu ka noqonayaa iyo ma soomayo laana dib iyo kadeed bay ku tahay marka uu iska cunaya cuntadii cudurdaarkii Ilaahay uu siiyay sharciga Islaamku siiyayna uu ka faa'iideysanay waa kaada intaana ma isla fahanno walaaliyaal marba paragraph baan doonayaa inaan u gudubno si aan inta markan isla fahanno aan u gudubno qaybta kale inta ma isla fahanno haddii aan isla fahanno inta haa soo qor insha Allah waye hay samira waxa tii waan fahmay sidoo kale idin waxa tii waan fahmay faiz ali waxa tii waan fahmay adftah maxamed dirir sidoo kale khair allah kusiyo jazakumullahu khairan wa ahsan allah ilaykum waye hay kaltun sidoo kale khadara khair allah idin sidoo dhamaan tiin ba barakallahu fiikum waye hay walaalayaal waxaan u gudbinaa marka paragraph kale ayaan u gudbinaa isla safhadii tobnaad baan ku gudajirna wa in aftarat buyidi haddii marka ay afurto haamilun aw murdi'un haddii marka ay afurto ama cunto ay iska cunaan haweenay haamila ah aw murdi'un ama haweenay marka nuujinaysa ilmahaadii nuujinaysa khawfan ala anfusihima ayagoo uga cabsanaya naftooda dhib uga cabsanaya inay dhib soo gaadho ama mahlaka ay soo gaadho qaddatahu faqad yaani maalintii ay iska cuneen ayay soo qalaynayaan oo kaliya waaye wa ala waladayhima hadii marka ay u cabsanayaan sidoo kale na caruurtooda ay u cabsanayaan
قضتاه way soo qalinayaan maalintii ka tagtay وأطعمتاه waxay quudinayaan عن كل يوم maalin kasto يعني ay soo qalinayaan waxay quudinayaan يعني مسكينا يعني قف مسكينا بقى la quudinay waayah maxaa looga jeedaa halkan waxa looga jeedaa walaalayaal gabadh ba xamila ah ur bayleed ama gabadh kale ayaa waxay haysataa ilmo yar oo nuujinaysa ayay haysataa labadaas gabdhood haddii ay markaa soonku dib uu ku yahay oo marka ay u cabsadaan naftooda oo ay u cabsadaan haddii ay iska afuraan waxa kaliya lagu leeyahayna maalintaas soo qalinayaan wax kale lagu ma laha maalintaas bay soo qalinayaan naftooda u cabsadeen maalintaas oo kaliya soo qalinayaan waa kow haddii ay u cabsadeen naftooda yacni haddii u cabsadeen caruurta ay dhaleen ay u cabsadeen yacni haddii xaamilo tahay ilmaheeda yar ay u cabsatay haddii ay nuujinaysana ilmaha yar inaaska nuujinaysa ay u cabsatay oo dadana sidaa ku afurtay marka way soo qalaynaysaa sidoo kalena waxaa lagu leeyahay inay miskiin quudiso maalin walba waaye intaas soo sharaxeedii wadata ayaa inoo soo socod afaad almuallifu المؤلف في كتابك قرأ وحين فايدي أنه يجوز إن يبنان تهي للحامل والمرضع هوين دا حاملة دا يا هوين دا كلين نوچين سيل المها وحاو بنان أن تفطرا إن إسكا أفوري كريان وإن لم تكون مريضتين حتى هايقو أن حنوصنين أي إسكا أفوري كريان وذلك سببتنا وحوي لأن الحامل يشق عليه عليها الصوم كبدا حاملة دا وحا كو أدكانيسا أما كو أدك يعني إن يسوان تأيا كو أدب من أجل الحمل سببتنا وحوي هو حمل جاي أور كوي أودد أي مركاين أي صنطا أي دب أيكو كينيسا ولأن صيامهما يمكن أن يؤثر على نمو الطفل سيدو كلا هديها وين دي حاملة دا هيد أما هوين دي لما هنوشينيس هديها أي صنطا وحاب صورتا قلا أما دي عكرتا إن صن كاسي أو دب كو كينو إلمه مركا أي سيدي حاملة داسي أي سيدي هوين داسي أما يعني هوين دي إلما هنوشينيس أي إلمه دي نو دبو كسو كار واي إن أو دبو كسو كار تاسينا واسورتا قلا وكذلك سيدا سو كلا في المرضعي gabadhii markaa yacni nuujinaysa ilmaha yarna idaa saamad hadday soomto yaqillu waxaa yaraanaya labanaha caanihii baa ka yaraanaya ilmihii uu nuugayay fayatadararu bidalika aldiflu markaa ilmihii yaraaba dhib baa ka soo gaadhaya walihaada sidaa darteed baa kaana min raxmat illaahi waxaa ka mid ah naxariista alle waxaa ka mid a an rakhasa lahumaa fi lfidriin oo alla u ruskheeyey oo siiyey markaa cudurdaar uu siiyey inay afuri karaan gabadhii xaamilada ahayd iyo markaa yacni haweeneydii nuujinaysa ilmaha yar fayajibu waxaana ku waajibaya calayhuma alqadaa'u inay soo qalleeyaan maalintaasina way ku waajibaysaa way ku waajibaysaa halkaa haddaba aynu dib ugu laabanno insha allahu tacaala waxa weeye haweeneyda xaamilada ah iyo haweeneyda markaa murdicada ah ee ilmaha nuujinaysa waxaa u bannaan in ay iska afuri karaan xitaa iyagoon xanuunsanayn xitaa iyagoo aan yacni xanuunsanayn way u bannaan tahay haddii naftooda ay u cabsadaan naftooda haddii ay u cabsadaan islaataan dhib baa kusoo gaadhaysa way iska afuri karayaan wayna soo qalaynayaan laakiin iyagoo markaa aan wax dhibaanay soo gaadheen xanuunna aanu haynin keliya ay u cabsadeen maxay waxay u cabsadeenoo keliya ilmihii yaraa midina waxay u cabsatay ilmahan yar ee xaamiladiisa ay tahay gabadha kalena waxay u cabsatay ilmahan yar ee nuujinaysa ayay u cabsatay markaa walaaliyaal way soo qalinaysaa maalintii ay iska afurtay sidoo kalena qof miskiin ah ayay quudinaysaa intaasoo faahfaahsanna waynoo soo socotaa intaana ma isla fahamnay sidaasaan marba tallaabo yar aynu qaadaynaa insha allahu tacaala leanna waxaan rabaa in ay ku gasho oo aynu si fiican isla fahamnay intaana ma isla fahamnay walaaliyaal wuxuu leeyahay aamina waxay tidhi waad boobsinaysaa waayahay insha allah bal hoos baan qun yar baanu akhrin doonaa haddii alla ka dhiga insha allah insha allahu tacala intaa horta ma isla fahamnay wixii ka dambaysa ayaan markaa ayaan qun yar u akhrinaya insha allah waayahay haabay tidhi maasha allah qub ayayna tidhi buu yidhi jazaaka allahu khayran waad mahadsan tahay baaraka allahu fiikum waaye walaaliyaal aynu gudubna haddaba waaye baragrafka kale ku xiga ayaynu gudbinay intaa haddii aynu isla fahamnay waaye waama licaamu falahu thalaatha xaalaat ama licaamu falahu thalaatha xaalaat in cunto dadka la bixiyo haweeneydii markaa xaamilada ahayd ama haweeneydii markaa nuujinaysa ilmaha inay cunto bixiyaan saddex xaaladood bay noqonaysa saddex xaaladood ay weeyi ama saddex qaybood ama kategori ayay markaa loo kala qaadi karaan xaaladda koowaad waxa weeye
أن تفطرا خوفا على أنفسهما إن أي لبدي هوين أمدنا حاملة ذا مدنا يلمن نوشينيسي أن أي وافرين أيجو نفتو دو عبسني إن أي وافرين عتو عنين أيجو نفتو دو عبسني حالة داسي وامد محامر كحكم كيد محون نقني حكم كيد وحوي فتقضياني فقط ويسوق اللين ين أكل يمالنتي أي أفرين أي عنتدا يسكع عنين ولا زيادة على ذلك وحكلا أولوغو دريان مجرتو أنكو عليا هالكا أن تفطرا خوفا على أنفسهما إن لبدي قبضود وامتي حاملة دهيد إيتي مرضعة دهيد إن أي وآفورين أي غو عبسانيا نفتو دو عبسانيا محاكو واجب يا مركا أمام محاكو كودو النقونيا هدين نفتو دو عبسانين فتقضياني هرتمالين تي كتكتيب يسوق اللينيان فقط كلية انت سو كلية لغرا ما انتي كاتك تي او كلية ايات سو قلينيسا ولا زيادة على ذلك وحك لو لغو دريانا مجرد واي وحالة دكوة حالة اللبادنا اينو اتقنو حالة اللباد وامحي ان تفطرا وحي وافرين خوفا على ولديهما ايقو او عبسانيا عرورتي اي ايقو علمهي يراي اي دلين هواني دي حاملة ده هيد وحي وعبسات إلمه هي يور كيدا الله هيد بي وعبسات إن تي مردعة ده هيد النوچين إيسان إلمها ني النوچين إيسا بي وعبسات يعني عافمات كيسا يي وعبسات إلمه يرا مركا محا حكم كيدو النقاني حكم كيدو النقاني يابو كوري فتقضياني هرتوي سوق الله نيسا وتطعماني وحينا سيدوك لقود نيسا عن كل يوم مالين كستنا مسكينا قف مسكينا بالقود نيسا واي أن تفطرا وإن يوافرين لبدي قبضوا خوفا على ولديهما أيقو عبسانيا لبدو دي الموت أيقو كلا عبسانيا أيقو اسمع عبسانيا أيقو دي بمسو قاديسو لكن دي بتو وحيسو قاديسا عرورتي مركا محاوة شبية أما حكمكم محو نقاني وحو نقاني فتقضياني ويسو قليني ما لنتي أي أفرين عمتد اسكعونين ويسو قليني وتدعماني سيدوك لوحي قوديني عن كل يوم ما لنك استنى مسكينا مسكين بالا قوديني way amma alqadaa qallaha markaynu nidi waxaynu nidi way soo qaleenaysa sidoo kale miskiina way qoodinaysa way yahay labadii baa layno kala sharaxaya amma alqadaa qallaha maalintii lagu lahaa ay soo qaleenaysa fawaadixun waa iska cad yahay isagu ila waa maalinka tagtay weeyaanu sida waa soo qaleenaysa waa lagu leeyahay waa faran taas waa cadahay liannahuma sababtu waxa way aftarata way afuran maalin ramadaan bay iska afuran cunto iska cunayn markaa de waa lagu leeyahay waa waajib way soo afuraysa وأما الإدعام هتبع عن تقود تني حقيقة تيم عن تقود تني حقيقة تيم وأما الإدعام عن تقود تو فلأنهما سبب توحوي عن تدو قودنا ين أفترتا وحي وأفرن لمصلحة غيرهما دن أن أيجا أهين مصلحه أي عد كلا لا ده هي أي وأفرن فلزمهما الطعام ما كوح كل لازم عن تقود تي وياه qallihi waan isla garanay ilaa maalin cad oo ramadaan ay haweenaydaasi cunto iska cunto markaa waa la isla gartay waa waadix taas cunto qoodintanina waxay ka timi waxay u afureen maslaxo aan ayaga ahayn maslaxo caruurtooda ah bay u afureen ama yaani ayagoo u dareenaya ilmahan yar ayaa u afureen marka waxa weeye waxa lagu yeelanaya cunto qoodin ayaa lagu yeelanaya cunto qoodin ayaa lagu yeelanaya miskiinka miskiinina qoodiiso ayaa markaa ku laazimaysa sababtuna waxa weeye maslaxo cid kale weeye ama ilmahaas maslaxadeedii bay ka shaqeynaysay ayagana wax dhibo markaa soo gaadhiyay ma jirin xaaladdaasina waa xaaladda labaad xaaladda saddexaadna maxay noqonaysaa xaaladda saddexaadna waxa weeye an taftira wa in ay waafureen labadii gabdhood khawfan ayaga oo cabsanaya cala nafsihima nafahoodana way u cabsanayaan wa cala waalidayhima cala waladayhima sidoo kale waxay u cabsanayeen caruurtooda labadiiba way isku jirtaa نفتودنا ويعبسدين إلمهنا ويعبسدين فالمؤلف سكت عن هذه الحالة مؤلف كتاب قرأوا كأمسي حالة دن منودهن عنت يقودنا إسا منودهن عنت مقودنا إسا وكأمسي وأرجح الأقوال أيوك دهي وشيخي شرح يوحكولي وأرجح الأقوال قول الكاسمر كاك راجح أهي عند يعني أكتد راجح كاي وحوية في هذه المسألة يكو سابسي سن مسألة داه إن يعني كبدي أيو أفرتو أيدو نفتي دنا وعب سنيسا إيو إلمه دنا وعب سنيسا محا مركا إن راجحة وحا راجحة وحا وي
أنه يلزمهم القضاء وحكل لاسمي سقله أو ولا سلا قرانيا تاسي لما لن عد بيسك أفرين أو ما لن رمضان تاوانو قرانينا فقط لكن تاسو كل يوم بكو أي كل لاسمي وحكا لأو كل لاسمي سامجرتو دون الإطعام عن تقود تكوما واجبي سامكوما لازمي سو وايو سببتو وامح لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط سببتو وحوي هير كان أي جوغان وحاي لمديهين إلا ديبا يغا سو قاديس بينو ندي إلا مهانا ديبا سو قاديس مرا دي ديبو سو قاديس وحاي قادان يان حكم كي قف كي حنوسن يي يكي مسافر كاها إعانا يغا لغو الله هنين عنتا أي قوديان مركا كليا ويسو قلين يان أو كليا وحكا لنا لغو ملاها وهكذا هل كان أنتي بقول الله إن شاء الله تعالى ولا ليال صدح حالة ضد أي مركا هويني دي حاملة ده هيدا ما تي مرضعة ده هيد أي لي أي مريض صدح ده حالة ضد واحد كلا تي كو وحوي نا نب تا نب أي جا سو كاريس نب أي جا أي جا سو كاريس هدي أي سومان نفتو ده نب أي جا سو كاريس هدي نب أي كسو كاريس ما كا هويني ده حاملة ده هيدا ما مرضعة ده هيد المال نوتشي نسي هدي نب أو أدي جا كسو كاريو waad afuri karaysaa iyo waad afuraysaa waanad soo qalinaysaa bas wax kalena lagu malaha wax kalena lagu gooma laha taas waa xaaladda koowaad xaaladda labaad waxa weeye waxay u afureen ayaga oo u cabsanayay ilmahoodi laakiin ayaga wax dhiba ma soo gaadhis ayaga wax dhiba ma soo gaadhisaba laakiin caruurtoodii bay u cabsadeen in dhib ka soo gaadho oo marka sixa xuma ama caafimaad xuma ay ku dhacdo marka maxaa xukunkeedu noqon markana wuxuu xukunkeedu noqonayaa maalintii horta tagtay way soo qalaynayaan waxayna raacinayaan miskiin ayay quudinayaan sababtuna waxa weeye miskiinka la quudinayaan meesha uu soo galay sababtu waxay tahay waxa weeye iyagu dhibtu may soo gaadheen ee dhibtu waxay soo gaadhisay ilmihii ay dhaleen marka waa maslaxa qof kale iyo dan qof kale weeye sida awoodeed ayaa waxa ku laasimaysa sidoo kale inay cunto ay quudiyaan marxaladda saddexaadna waxa weeye ama xaaladda saddexaadna waa inay u cabsadaan naftooda iyo ilmihii labadaba waynay u cabsadaan naftooda iyo ilmihii labadaba way u cabsadeen markaana waxa weeye qallaho oo keliya ayuunbaa lagu leeyahay wax kaloo dheeraada lagu leeyahay ma jirto sida raajixa ah wallaahu aclam intaana walaaliyal misle fahamnay intaana aan ka gudubnay misle fahamnay haddaa isla fahamnay haa soo qoray insha allah si aan ugu gudbo marka baragraafka kale haddii alla ka dhigay insha allahu taala ما حسنت جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حليمه وما حسنت ولال ان شكري واحد تبي ها صفي عم بفهمي امي امينه اسماعيل سيدو كله امينه زهره وسيدو كله خير الله يديسي ولال يال جزاكم الله خيرا ايان سيدو كله ان ها وان فهمي واي هي وان كنت بينا مره دا فهمتين ولال يال وحنو كنت بدونا مركه حكم كلا أيينو قد بدنا إن شاء الله تعالى إسلا بقي الصفحة دي طب كوبي طبنا ده ينمي كوكو كده شرنا وحينو قد بنا عبد الفتاح ما سنتي يدقق خير الله يديس جزاكم الله خيرا وفانتين وياه ولا ليه وكو قد بنا هرا وسعاني نمرك قوله بيدي ومن نوى الصوم أمي كوا حينو قد بنا حكم كي حاجة نية ده أيينو قد بنا قف كونو نية استوب بشا رمضان صوم كده ومن نوى الصوم ثم جنة يعني قف باون يستبشي بشي صونك هاي ايون انو انو صوم ايون يستي ثم مركزو جن وواش يعني وواش بس كحدي باتك تيجي مانكي سبحان الله الى الهي بيع عافي مادك يعودر كالبادة هاي وواش مركا قفكي ومرفوع القلم ايون نقض ثم جن وواش او اغمي عليها موصو حيوكومو قلي جميع النهار ما ننتي يردن كومو كتري ولم يفق جزءا منه كمنوصا يعني كموصا سر سرو كموصا كعن أموم يرسنين إن مالين تعقيب كمدنا مالين تي أوردن يعني وصح سنقف كاس لم يصح سومه مركا صون كيسو صحيح من نقول يعني قف كي وحنوسنا ي والدة حنوك والدة أما قف كي مركا صوحة أما كومدا جلي إن مالين تاس أوردن صح سنا أما كومدا كوتشري صون كيسو صحيح معها لا إنما إن جميع النهار وحانا تاب يعني عكس جيدا أما الله ميد نقول إن قفك هدي وصيحة ما لن تأردن واكلا لبحكن واكلا لبحكن ويلزم المغمي عليه القضاء قفك سوحي أما كومدا قالنا وحا كل لازم إيسا
in uu soo qaleeyo maalintii, in uu soo qaleeyo oo uu soo guda maalintii. Intaas ayaa si guud baa leenagu sheegay. Intaas ayaa si guud leenagu sheegay. Haddaba yadiyo marka qaabaysan oo saddexdii shakhsiyaad laga hadlayay u kala qaabaysan iyo xaaladahoodii ayay niminka u gudbaynaa insha Allahu ta'ala. هذه أشياء متشابهة انت اينو شاقني وا أشياء اسو ايق اما اس اس متشابهة اسو ايق ايق واحكاموها تختلف حكم كودونو كلاد الدوانية هاي واحد تكوادوا محي الجنون ووالدة طلبادنا المغمي عليه وي وقفك سوحي اما كومدا قلن ايا الساليس تصدحادو انا ايم قفك هردا وصدح شخصي oo markaa xukunna kala duwan leh laakiin haddana ay soo shabahaan al junun wa in ku horeyno waalida in ku horeyno ida junna hadii wa shaqfi yaani maskaxdi ay tagto waali uu galo wal ciyaad billahi ilaahay ban ka magan galne min qibali al fajr salati subah intan la adimin eedanki labaad ka horbu qofkaasi markaa uu waashay wal ciyaad billahi hatta gharabat ash shams illa ma iyo ما ان وحو اين والدي اما يعني حنوكي والدو اما يعني راهنا مسكحده جردي مسكحده وحي سي سوتاي ان حتا قرحدي با ماركا دعداي او مالنتي او دنبو قفكاسي ماركا جردا حنونكا ماركا جردا مسكحده او قبي فلا يصح صومه قفكا ماركا دي والده اما قفكا ماركا ولاليال ان مسكحده ماركا دي كحنوسانيا ان كما انصح صومكي كما انصحي ولا يلزمه القضاء كما لازم يسينو سو غودا مالينتا ما نا سو قلايني وايو لانه ليس اهلا للوجوب سببته waxaa weeye ehel ba uma aha dadkii ay ku waajib noqonaysay soonkuba walida qofka haduu waa yaani marfuu alqalam yahay waajib ba kuma aha soonka wasida ilmaayr ilmaayr ay saddex jirka ah ama laba jirka ama afar jirka ama shan jirka soonku ma waajib ku yahay walaaliyal wa maya soonku waajib kuma aha laano mabuqan gaadin qofka hadda marka waalid ah marka maskaxdu ay tagto ama maskaxda ka jirrena yaani isagu qofkaasina walaaliyal ma soon baa ku waajibaysa waa maya soonna kuma waajibayo salaadna kuma waajibayso ehelkii yaani dadkii uu ku waajibayso soon kumaba ahaba marka mana soo qalaynayo yaani hadduu soo mana soonkiisu saxiix noqon maayo ma ansaxayo way taasi waa xaaladda koowaad ee qofkii marka yaani xanuunka waalidu uu ku dhacay ilaahay baan ka magan galnay muslimiinta intii marka xanuunkaasi wahayna allah subhanahu wa ta'ala ka dulqa way marxaladda labaad waxa weey ama qofka labaad ayaan soo qaadanina waa al maghmiyu alayhi wa qofkii suuxay ama koomada galay kan hadaba waa yahay isagu xaalad ka duwan weeye xukunna ka duwankii horena uu qaadanayo إذا أغمي عليه هتيقف أو كوما أو قلام أو سوح جميع النهار مالنتي أردن أو سوح سنة فلا يصح سومه أرتصون كيسو صحيح من نقون يمنا أن صحي سببتنا وحوي لأنه ليس بعاقل سببت وحوي عاقل عقل يعني عقل جيبان ميشو بچوغين با غفك أو سوحي عاقل بما مركي هورين سومريني أن يكو واجب تاسونكو وحي ندي وحي كو واجب تاقفك مسلم كأه ee mukallafka ah ee yaani aqliga leh qofkii marka hadaan aqligi meesha joogin ama garaadkii iyo garashada yaani meesha ay ka maqan tahay yaani soonki kama saxayo waa koow laakiin asaaha tayelzimuhu waxa qofkaas uu xay hadana ku laazimaya alqadaa weyn oo soo qalaya maalintii ka tagtay laanahu mahayil mukallafu isagu waa mukallaf wey wa hada qawlu aljumhur alulama sida sana culamada jamaahirtoodu intooda badan ay qabaan way halkaan istul tagno walaaliyal qof baa marka koomu galay ama uu suuxay ama koomu galay qofkaasi maalintii oo dhan marka walaaliyal in koomadaas uu ku jiray maalinta haddii uu sheegto qofkaasi waan soomanaa uu dhaho iska sheegto soonkaasi mid aan saxaya maaha oo waayo sababtu waxa weeye aqligii baan meesha ba joogin ba aqligii ayaa baan meesha ba joogin oo dewaas suuxsanayd balay laakiin marka uu soo kaco ee uu miirsado miyirkiisi uu helo waxa la leeyahay waad soo qalaynaysaa maalintii ku dhaaftay ayaad soo qalaynaysaa sababtuna waxa weeye mukallaf weeye oo mukallaf weeyo taa yaani suuxiddu lama mid ah waalida suuxiddu lama mid ah waalida waa kala fahanteen soomaa walaaliya qofku haduu suuxo ama kooma uu galo iyo qofku haddii markaa uu yaani uu waashay isku mid ma noqonayso qofka suuxay wali waa mukallaf وهذا قول جمهور العلماء وانا سيد علماء انتو دبداني اي قبان
way qofkii labaadna way kasoo gudubnaa qofkii saddexaad ayaanu markaa aanu tagaynaa qofka saddexaad waxa weeye annaaimu waa qofka seexday annaaimu waa qofka iska seexday isagu sawmuhu saxiix haduu qofku seexdo soonkiisu waa saxiix lama dhahayo sidii qofkii yacnii waalnaa ama yacnii maskaxda jirada maskaxda qabay ama yacnii qofkii suuxay koomada galay ayaad la mid noqonaysaa mar haddaad yacnii hurudo hurdadaadaasi soonku waa saxiix way ansaxaysaa soonkii waa ansaxaya walaa qadaa calayh wax qallaahu lagu leeyahayna ma jirtee soonkii wuu ka ansaxaya tusaalaan ku siiyo waayo dadku tusaalaha inta badan wax ku fahmaan qof baa walaalayaal wuxuu seexday salaadii duhur kadib ayuu seexday iyo inta u dhexaysa salaada casar ayuu seexday miyaynu odhanaynaa waad hurudayo soonkaagii ma ansaxayo waa maya haddaad seexatay soonkaagii waa ansaxayaa haddaad seexatay soonkaagii waa ansaxayaa qallana lagugama laha soonkaagii waa caadi waayo hurdadu way ka duwan tahay suuxista iyo waalida labadaba way ka duwan tahay qofkiina waa mukallaf wey wax qallo lagu leeyahayna ma jirto yacni soonkiisina waa saxiix walaaliyaal halkan haddaba maadaama bishii barakaysnayda ramadaan aynu ku guda jirno waxaynu dul istaagi doonaa hurdada badan walaali waxaa jirta dadka qaar markaa bishii barakaysnayda kheyrka badnayd ee nicmada iyo alla ka cabsiga loo baahnaa in la siyaadiyo dad badanaa iska seexanaya walaaliyaal maalintii oo dhan subxaanallah maalintii oo dhan oo kheyrkii ka seexanaya marka mararka qaarkoodna ka seexanaya markaa salaadiiba mararka qaarkoodna salaad baan tukanayna keliya soomaya un subxaanallah horta haddii aad salaada ka tagtay soonkaaga lamaba aqbalayaba qof salaad ka tegay soonkiisa sidee loo aqbalayaa لأنه من ترك الصلاة فقد كفر قف كي صلاة تكتغي وابا قلب والعياذ بالله رب العالمين هادي مركا قف كي يسوى عن صلاة تكن إنو دهو ونسك سوميا صون كاسي ميد عن صحي سماها لأنه صون كصلاة تكه الرئيسة صلاة وين قف كي وتكدا سبحان الله قف كي مركا انتو سومي هادانا صلاة هي اي كتغين سبحان الله او اسك السيحدي يعني oo iska seexday taalaftigeedana walaaliyaal soonkaasi waxa weeye waa soon ay wax ku jiraan laana soon aan salaad wadani ma mid aan saxaysan ma soon aan salaad wadani ma saxaysan walaaliyaal marka fi nahari ramadaan in laga seexdo salaadahana ma wanaagsana salaadahani waqtigeeda la tukadona way fiican tahay walaaliyaal soonkiina marka bisha ramadaan haddii la soo gaadhayna waa inaad ka faa'iidaysataayo marka walaaliyaal aanad beeddaraynin saacadaha yacni kheyrka badan walaaliyaal waaya aynu u gudubna haddaba halkii saddexdii qodob aynu soo tilmaamnay ayaynu marka walaaliyaal dul istaagi doonaa insha allahu tacaala saddexdii qodob aynu soo tilmaamnay ayaynu dul istaagi doonaa ay si shabahay walaaliyaal qof baa marka xanuunstay xanuunkaasina waa xanuunka waalida iyadoo yacni xanuunkii waalida ayaa ku dhacay fi nahaari ramadaan bishii ramadaan yacni maalinteediibu qofkaasi uu xanuunstay oo xanuunkii waalida ayaa ku dhacay qofka walaaliyaal soonku kama ansaxayo waa kow soonkii kama ansaxayo waa kow laba sidoo kale hadduu dib u soo noqdo yacni dib hadduu ilaahay u siiyo maskaxdiisi iyo maankiisi ilaahay dib ugu soo celiyo caqligii wax qallo ah oo lagu leeyahay ma jirto wax qallo ah oo uu soo qallaynaya ma jirto sababtuna waxa weeye yacni soonku kumaba waajibo qofka yacni maskaxda ka jiran kuma waajibo soonku waajibba kuma aha kaasi waa qofkii markaa walaaliyaal majnuunka ahaa ama maskaxda ka bukay allah ha caafiyo inta muslimiinta ee markaa maskaxda ka bugta ilaahay baan caafimaad uga rajaynayna shaqhsiga labaad eenu soo qaadanay waxaa shaqhsigii suuxay ama koomada galay shaqhsigaasi walaaliyaal maalintii oo dhan hadduu suuxsanaa soonkiisaasi ma ansaxayo soonkiisaasi ma ansaxayo sidoo kalena haddii uu caqli uu dib u yeesho oo miyirkiisii dib uu soo laabto qofkii suuxay waxa weeye maalintii uu suuxay waxaa ku laasimaysaa inuu soo qalleeyo oo uu dib ka soo gudo sababtuna waxa weeye mukallaf weeye oo lama mid noqonaya qofkii markaa waalida aha waalida waajib kuma aha walaaliye waajib kuma aha qofka yacni waana tilmaamnay halkaa waxba ku dib uguma noqonayo qofka koomada galay markaa wuu ka duwan yahay qofka saddexaad aanu soo qaadanayna waa qofka sooman ee seexday kaa qofka sooman ee seexday soonkiisu waa saxiix waa saxiix oo waa ansaxayaa wax qalloo lagu leeyahayna ma jirto saddexdaas shaqsi ma kala fahanteen walaaliyaal qof maskaxda ka jiran qof suuxay iyo qof markaa walaaliyaal hurda
حكم كودي سو ميدان كلا فاهمين هداد كلا فهنتين ها سوقر هدا و باهنتي دينا دي بقول لابتنا يعني واحد لدي نمكدي باهنتي كوش لدي بقول لابا واي ها بدي سوقر إيسان هدا كلا فهنتين انتا إن شاء الله تعالى. شرمارك عبدي وحلي ها محفوظة واحد لها عبد الله ايوه هي ما شاء الله سيدو كليدي خير الله ينسيه ولا ليه. نعم 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 يا دهن بارك الله فيكم الله يدين بركيو الله سبحانه وتعالى كوي كفاية استبش بركي سنة رمضان الله ينقيا ويا هدبا ينكو قدبنو وحنو قد بيننا مركا نحكم كي كلا كل حيقي ويجب تعيين النية وحواجب نقني سبودا شيخي إن مركا لعيم النية دي ني النية نية دو وحوية وقفك إنو نيو دو إن أسومي بريتو لو إن لعيما من الليل هبين كي وإن لسي عيما إنتاني مركا قرح دو يعني صابحين كهر لصوم كل يوم واجب ما لين كستا أو يعني صون واجب أد سومي سيد أو سيد الصون كمركا فرالك آهير بشر رمضان أد سومي سيد مالك استوينا دون نيستا أيو يري مركا هدبا نشرح وترنو أفادنا المؤلف مؤلف كتاب قرأ وحينو فايدي رحمه الله الله ونحرست أن النية نيد واجبة إن واجب تهي نيد إن واجب تهي لأن النبي قال إن الشيخ وكل لها إنما الأعمال بالنيات عمل لما تدو حصل بقدو يهي النيد مركا نيد واجب عبادة ينكرني عمل دولنا يكتهي أن النية نيد واجبة وواجب وي وأنه يجب تعيينها وحان واجب نقري سين قفك سيا عي موسي نيستو أيضا فينوي صيام وح نيسن يا مركا نينو سوميو عن رمضان إنو بشي رمضان سوميو أي قفك نيسن يا وقلبك أيو كنيسن نيد أفك كمدة هيسد أفك كمدة هيسد ولا ليال وحكليو أتكرها هيسا قلبك أيوي النية محلها القلب نية قلب يعني محل كذا يصل بجد وقلب قوي قف نية قلب يسوع كذا هيا أما نية واحد سومي يعني نية ذات كذا سأفهم كم ده هيسوى أو عن كفارة نما وحو نية سنة يعني صانك رمضان أيو قف نية أيو قلب جو كنية سنة سيدو كلا صانك يعني كفارة جودك يعني وحيالك كفارة جودة باتشر أو سومي سيد صانك أمرك كفارة جودك أهنا إستجن نية دو أياد كك إنه كفارة جود ويهيات كنية سنة إيا الصون كان مكا أو عن ندر أنا ما الصون وحاد الندرتين وحاد الندرتي أو مركا إلهي وندرتو يعطي إلهي سيداسي سيداسي أن كل ندري مركا وانكو سومية أو ما أشبه ذلك أما وحي لم يدي شبه وايا هاي مركا ولا لي هل كا وحا إنو قعداتي إن النيد واجب تهي أي هل كا إنو قعداتي نيد وواجب صون كاسي هل نقضى مركا يعني صون سنة أما صون يعني فرل اه اما صون يعني سنة اه اما صون واجبة اما واجبة نقضى اما سنة ها نقضى وين نيستا اما الله دور دن وين نيستا اي عبادو ينكور دن انتا وان اسلا فهمني حتى با انو قدوب نو ان وحي وشيخ وغا جيدي كلمة دو وادك سيدا ويولي من الليل وين هبين كلا قبلابو لصوم كل يوم واجب مالين كستا او صون كيد واجبو يهي وين نيد لغا صوب بلابا هبين كي انتاني يعني قرحضو صوب بحين اما اوكتا وابري آني دلاعين او مركا مالين تر يعني صون كي مالين تاسي آنو بلاب من كهور وين قف كيوسي نيستا وحو دهي لأن صوم اليوم مالين يعني لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا إنو قفكو او صوم مالين تاس أوردن كما حقيقو بيسو إلا مركا نية مويان إلا نية مويان وين نية لغا هلا سوصون كاقي وصحيح النقطة وين نية لدا فمن نوى بعد طلوع الفجر قفكي نية دلاي مادا مركي قرح دو أي صوب بحدي كدب كدب ما هكهر كدب قفكي نية استا لا يقال إنه صام كالا مدى هيا وسو منية لا يقال إنه صام يوما لا مدى هيا مالين تاسو صوم شخصي قاسي يعني مالين تاس قفكي نيادة كتاقة نيايستا يعني صنك واجب كابين ميكا كاوار رميناي صنك فرال كاي رمضان بينو كاوار رميناي قفكي هدي او نيايستو صنكي او نيايستو قراح دي ماركي صبح دي كدب هدو نيايستو صن مالها صن مالها فلذلك سيدا ودد با يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل الفجر قبل طلوع الفجر سيدا ودد با وحواجب نقونيسا
intaana qorraxdu soo bixin ka hor waa inaad niyaysataa, waa inaad qalbiga sii gelisaa inaad u soomaysid soon waajib ah intaana qorraxdu soo bixin ka hor. Halkaana walaaliyaal, yaan isla fahamno, niyaddu waa waajib, waan isla qaadanay, waa kow. Qodobka labaad aan isla qaadanayna waxa weeye, niyaddu xilli ma weeye soonka waajibka, xilliga ay leedahay waa habeenka oo dhan intaanay qorraxdu soo bixin ka hor. Haddaad kadib niyaysatid soon ma lihid, haddaad kadib niyaysatid qorraxdu soo baxday kadib aad niyaysatid soon ma lihid, soon ma lihid waa soonka waajibka aan ka warramayn. Soonka waajibka waa in yacni ka hor intaanay qorraxdu soo bixin ka hor waa in la niyaystaa. وهذا كاس معنى قول المؤلف واسده ومؤلف كما يعني قف في كتابك قري ووجده او واكن دهيب من الليل هبنك وين لغا سو قادا او لن يستهبنك وليس بلازم ان تبيت النيه قبل ان تنام يعني لازم نما اهم وتدك قاربه واحد سو قلدانا واحد دهان يعني واحد دهان ولا ليال ان انتان سيحنن كهور بنيسنيا ايو دهان marka yani sidaas ma aha sida laazimka ay bal il waajib wa tawaajib ka waxa weeye alla ya talaa al fajr inani yani ad adi subhina ma ogti wa bariyani subhin taasa waajiba illa wa qad nawayat li ajli an tashmil an niyatu jami'a jazain nahar wa in yani sida marka lo baahan yahay waxa weeye wa inu qofki marka uu niyeesto صونكي واجب كاها انتان صبحين قرحدو اما يعني اوكتي وبر انتان صبحين كهر وين ادنيستا وين ادنيستا معنيه دو ماها مركت سيحان سيد كهر وين ادنيستا تصالان كسينية واي تدكو تصالان انت بدن ولا ليل عكو فاهمان قف باوحو سيح داي سقالكي هبين نمو مركو صلاة دي عشتو كديك الدب ايو اسكا سيح داي سبحان الله وحو اسكو قصبو وحو يري وحن نيسان ايا انتان سيحانين كهر oo hadith ba jira walaaliyaal yaani ino tilmaamaya hadiskaasina weyn soo socda hadiska laftigiisa faahfaahinaya xilliga marka loo baahan yahay yaani ama xilliga kama dambaysta ah ee la niyeysan karo macnaheedu ma aha adigu kohor intaad seexatid habeenkii ayad kohor wad niyeysan kartaa hurdadii intaad ka soo kacdid intaan yaani qorraxdii soo bixin kohorna aad soo kacdid oo aad suxuuratid markaana wad niyeysan karta niyaduna waqti badan uma baahan hal second baa ku filan one second hal daqiiqadood kaliya niyadda qalbiga ka gashata tidaahdid beritole waxaan u sameeyaa yacni ramadaan ayaa soo gashay inuu sameeyaa intaasaa kugu filanba intaasaaba kugu filan niyaddaadoo gashta inaad beritole u soomaysid maxay inaad u soomaysid inaad beri ramadaan aad u soomaysid intaasaa kugu filan niyadda marka waxbaba haysku aad keenin culaysna yaani kula gelin niyaddu waa qalbiga weeye afkana uga mabaani ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعا وحنا ودليل حديث عائشة اي تدي مركا النبي عليه الصلاة والسلام اي اللي قصر حيقاني من لم يبت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له قفك يعان يعني ان كو هبينك معناها كو سيحن ان تاني قرح دو صوبح ان تاني قرح دو صوبح كهر قفك ان يسنن يعني فلا صيام له صون ماله qofku intaana qorraxdu soo bixin ka hor haddii aanu ka hor niyeysanin soon ma laha macnaheedu waxa looga jeedaa qofkii qorraxdu haday soo baxdo kadib niyadda la yimaada soon ma laha soon meesha kuma laha wal muradu siyamul fardi soonka looga jeedana waa soonka faralka baanu ka warramayna soonka sunnaha ahi uu ka duwan yahay oo axkaamka duwan ayuu leeyahay waananu tagi doonaa وقوله لصوم كل يوم واجب مالك استبا وان ادنيستا اي واجب اه اي مركا شيخي ودهي ولو ايتهي مركا مسائل اي علماء قولل كلا اي كلا ليهين وان سو قادنينا قولك مركا راجح اه اي مركا قلبي غنا او كدغايه ان شاء الله تعالى اي يجب وحواجب نقنيس ان ينوينو نيستو كل يوم مال والبا من الليل هبينكي وينو انتاني يعني قرحد صبحين كهر هبينكي وينو نيستا فمثلا تصالحان في رمضان يحتاج الى 30 نيه تصالحان بشهر رمضان صد النيه صد شهر وين نيهستا صد شهر وين هبينك سين نيهستا وبناء على ذلك مركا ولا بقول باجيره مركا اسكو خلدنا ولا ليال امك قولك هران دين اخرين يا قولك دنبنا مركا دنبان دين اخرين قولك هره و خدهيا ما هبينك استا وحوي صدن كمالمود بو وان اد يعني نيهستا qawlka labaadna waan idin akhri doonaa insha Allah ta'ala marka yaani hukumka markaan labadaba dhameeyo ayaan ku siin doonaa insha Allah ta'ala
وايه كان هران كو اخريو فمثلا وحو كويري في رمضان قفك بش رمضان وحو باهن يعني شخصي يحتاج الى 30 نيه صدن شرين نيه استو اما صدن كان معلومات دو مالك استمالين تيدو نيه استايو باهن. وبناء على ذلك ايضا هدبتها لك الدوليو لو ان الرجل النمبا نام وحو سيحدي بعد العصر صلاة عصر كدب سيحدي وفي رمضان بش رمضان صلاة دي عصر بوسك سيحدي كدب ولم يستيقظ منو صوكعين شخصي قاسي الا بعد طلوع الفجر مركي يعني قرحدو اي صوب بحدي مالنتي كلا ايوم بو براروغي ومن الغد كمذا يعني صبحي عصر بو سيحدي صبحي مركي قرحدو اي صوب بحدي مالنتي صوكعي قفكا لم يصح صومه كاسو صون كيسو ما بان صحيا ما ان صحيا مالنتا كلا عصبه وقلي صون كيسو كما ان صحيا سببته واضح لأنه لم ينوي وسببته حوي يمون يسن هذا اليوم من ليلته ما لنت عصب هبين كيدي انت قرح دو صبحين كهر نيب الله مؤمن وهذا المشهور من المذهب ساسانا عن سنبو يدي او كعانا مذهب كان كتاب كانوا كور من مذهب كيسامي محن نحن بلد ايام فلي ولا ليا قول كاسوا قول كدهيا يعني هبين كاستا intaane qorraxdu soo bixin ka hor waa inaad maalin kasta soonka faralka u niyeysataa inaad soomaysid soon farala oo ah soonka ramadaan qowlka labaad ayaynu tagina wadahaba bacdu ahlu lcilmi culummada qaar kalena waxay ku tageen ilaa anna maa yushtaradu fiihi tataabucu takfi fiihi anniyatu fi awalihi qofka yani shardiga ah إلى أن ما يشترط فيه التتابع يعني صونك شرطي أي تهي إن لا يسكون حج حج يصير رمضان وكذا وشرطي مك رمضان وحوي وح شرطي أهو واجبين يعني صدق كما المدة يصير يسكون حج حجان هذا واحد يصير يسكون حج حجيان أو بش رمضان أي تهي وح كوكو فلان وكل يبوري إن هذا المر أدوني يستيد إن هذا المر أدوني يستيد بكوكو فلان ما لم يقطعه إن تانو مركا صونكي كلاكو أنو كو إيمانين لعذر فيستاني فني هديانو صونكي كوي منين مركام يعني كالاقو عذر دار يمي اودد عذر دار يمي اودد و كالاقو انو كي من محال لو قتشي دا وحال لو قتشي دا والا ليان بشار رمضان هل مر مركا يسوق قليس هبين كو كواد يسوق قليس نية دا ادي نية ستاة تلاهضا بشار رمضان او دان ايان عاو ايان سوميا نية دا اد قليسو ايا كوكو فلان هدي اند soonku kaa kala go'in oo maxaa looga jeeda kaa kala go'in waxaa looga jeeda haddii aad cudurdaar heshid ama safar degtid ama xanuunsatid ama haweenaydii fasaxay toddobaadka ahayd ay gasho marka niyo cusub ayay u baahan tahay niyo cusub ayay markaa u baahan tahay marka intaana waan insha Allah dib ugu soo noqonaynaa waan sharaxi doonaa laakiin intan aan sii dhamaystiro وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان إنكو كدولنا مركان هدواء إن قول كان لباد إن هدي قفكو ونية يستو مالين تا رمضان هدو نية يستو مالين تا رمضان وقوه الرئيسة هدو نية يستو أنه صائم هذا الشهر كله إنو سوم يو بشان أو تما يسترن وذا سوم يو هدو نية يستو فإنه يجزئه عن الشهر كله نية داس وكو يري بشان أو تما يسترن أيام وذا سوم يو أياك غفلاً أو مركا أدو بهانتان ما لم يحصل وإن تان الدعين يعني عذر ينقطع به التتابع وهديان الدعين مركا كالوغو كوي ما دسونكي أو عذر دار قفكا كوي مي آوديد أما سفر كياما يعني حنون كاما وحي لميتكا آها هدانو كوي منين يعني هل كامر أو كليا أياك غفلاً كما لو سافر تسالهان هديو صفرو في أثناء رمضان بشي رمضان بحديد هديو صفرو فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم هدي قفكي وصفر مركي وصفري كدبنا وعنتدي ويسكعوني مركي وصفري كدبنا وعنتدي ويسكعوني كدبنا مركي وصول لابتي وإن أنيدي مر لبات دبو عصبوني سيا وهذا هو الأصح قول كان يانا كصحيحة وهو الذي تطمئن إليه النفس وانا كأي نفت كدقيس أي كوحا سيلايس ويه walaaliyal aan halkan markaa daba dul istaagno insha Allahu ta'ala soonka faralka ah walaaliyal soonka faralka waa soonka ramadaani niyya ayuu baahan yahay niyaduna inay waajib tahay waan isla qaadanay waaye niyaduna inay waajib tahay waan isla qaadanay niyana uu baahan yahay baynuu
aan hadaba mahal marba igu filan in aan bisho dhan wada niyeysto habeenka ugu horeysa Ramadaan soo geliso ayaa igu filan, mise habeen walba soddonka habeenba habeen kastaba waa inaan u niyeystaa? Waa laba qowl wey. Qowl wuxuu dhahayaa waa inaad habeen kasta u niyeysataa, habeen kastaba waa inaad u niyeysataa inaad soomaysid baritoole. Qowlka labaadna wuxuu dhahayaa walaaliyaal, waxa kugu filan oo keliya, waa sida culimmada badhkood ay ku tageen, waxa kugu filan oo keliya hal niyo oo aad u niyeysato, yacnii Ramadaan marka ay soo gelayso, bilowga bisha barakaysana Ramadaan marka ay soo gelayso ayaa kugu filan. Haddii aanu ku imanaynin markaas maalmahaagaas ama soddonka maalmood haddaanu ku imanaynin wax kala go'ahi, hadduu kala go uu ku yimaado oo cudurdaar aad heshid ama musaafir aad noqotid ood iska cuntid cuntadii, marka niyo cusub ayaad u baahan tahay. Intaa ma kala fahanteen walaaliyaal? Aynu ka gudubna haddaa intaa kala fahanteen, haabad soo qoraysaan inta haddii si fiican aad u fahanteen. Waa fahanteen soo maa walaaliyaal? Haddaa intaa fahamteen, haabad soo qoraysaan walaaliyaal, kadibna waxaan u gudbaynaa soonka sunnaha ah. Haabay soo qortay hodo iyo Ayaan Xuseen sidoo kale. Walaalkay waa kayf, waa axkaam, waan dhowahay. Waa ha hodo waxay tidhi maya, maya ayay tidhi. Walaaliyaal, ha xoogaa waan fahmay, waxaan way hal mar baan doonayaa inaan dulmar, hal mar baan idin dulmaraya, hal mar ayaan dib ugu noqonayaa aan idin dulmaraya axkaamtii ku saabsiisanayd xagga niyada. Walaaliyaal, marka koowaad, in qofku uu niyeysto bisha Ramadaan soonkeeda waa waajib, waxaana ay waajib ku tahay xadiidkii Nebiga ee uu lahaa man lam yabit, qofkii marka aan man lam yabit siyaama qabla tuluuci alfajri falaa siyaama lahu, qofkii aan niyeysanin soonka intaana qoraxdu soo bixin ka hor soon male. Marka innama alacmaalu binniyaat, camalado dhanna sidoo kale waa niyo. Marka koowaad waxaan isla qaadanay, niyadu waa waajib, soonka in la niyeysto, soonkaasi faral ha noqdo ama sunna ha noqdo, inuu qofku uu niyeysto waxa weeye waa waajib. Taan waan isla qaadanay, waana la fahmaya, waana fududahay taasi. Waaya, aan ka gudubna haddaba, aynu ka gudubno qodobka labaad aynu gudbina waxa weeye, xilima ayaa la niyeysanayaa soonka faralka, xilima ayaa la niyeysanayaa soonka faralka. Xilliga la niyeysanayo soonka faralka waxa weeye waa intaanay cadceedu ama qoraxdu soo bixin ama ogta waaberi soo bixin ama eedaanka labaad lagu dhawaaqin oo la eedaamin. Waa xilliga habeenkaasoo dhan baad haysataa, ilbidhiqsi yarna ha noqotay haddaad niyadda gelisid inaad maalintaas soo maysid, saasaa marka niyaddii ay kugu xidhan tahay walaaliyaal. Xilliga marka la niyeysanayana waa xilliga weeye, waa intaanay qoraxdu soo bixin ka hor ayaa la niyeysanayay. Waayahay, qodobka saddexaad aynu gudbayno, aynu fiirino qodobka saddexaad aynu gudbayno waa maxay? Soonka mahal mar ayaan soddonka maalmoodba niyeysan karaa, mise habeen walba waxay ka baahan tahay niyo gaara? Waa laba qowl weeye. Qowl wuxuu dhahayaa habeen kasta waa inaad niyo gaar ah aad u niyeysataa, waanaad u niyeysataa habeen walba. Qowlka kale marka yacni naftu ay ku xasilayso ee saxiixa ah ee raajixa ahina waxa weeye, waxaa kugu filan oo keliya yacni in aad u niyeysato hal mar oo keliya bisha Ramadaan oo dhan. Habeenka koowaad ee bisha Ramadaan ay soo gelayso ayaad niyeysanaysaa, inta kalena way kugu filan tahay marka, inta kalena way kugu filan tahay. Waa haddii aanay marka soonkaagii kala go uunu ku imanin. Hadduu kala go uu ku yimaado oo marka soonkii aad sidaa ku kala goysid ama safar gashid cunto iska cuntid oo kale, markaas iyagu niyad cusub ayaad u baahan tahay. Intaas weeye wixaanu akhrinaynay guud ahaan oo dhan, intaasay ka warramaysay walaalay. Waan ka gudbayaa marka soonka sunnaha ah, isaga ayaanu gudbayaa oo isagu axkaamtiisu ay ka duwan tahay axkaamta soonka faralka. وَيَصِيحُ النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَحَا صَوْنْكَ سُنَّهَا أَهْ إِسَاقَ نِيَدِّيسَ وَحَا يَعْنِي حِتَاءَ أي صحيح نوغن كرتا قفكو وحو نييسان كرا حتاء مالين تبرتن كيد مالين تمركا برقادة أيو قفكو إسكن نييسان كرا صَوْنْكَ سُنَّهَا أَهْ قبل الزوال وبعده إنتان مركا يعني قرح دي يعني إنتان زوال كا قارين أما برتن كا قارين أما وحي كا دنبيا
kohor haduu qofku iska niyeesto inuu soo meeyo waa laga ogoliyay maalintii barqada 10ka subaxnimo 9ka subaxnimo 8da subaxnimo adigu halkaas ka saacad halkaas ka maraya ayaa soonka sunnaha niyadaada ka dhahaysaa okay waan iska soo meeyaa deetana soonkaagi saxiix buu noqonayaa soonkaagi saxiix ayuu noqonayaa siyaamu nafli yasihu bi niyatin athnaa an-nahar soonka sunnaha ah wuxuu waxa aan saxi karaya niyada uu qofku u niyeesto maalinta maalinta barqada uu iska niyeesto saxiix bay noqonaysaa soonkaasina saas ku jiraya wuu ka duwan yahay soonka ramadaan waa intaan qorraxdu soo bixin ka hor kan laakiin maalinta barqada 8da subaxnimo 7da subaxnimo 9ka subaxnimo hayaad iska niyeesan kartaa dhigi kartaa maanta waan soomanahay mithalu dalika tusala kusini yabu kuyuri rajulu nimba asbaha wuxuu waabariistay وفي أثناء النهار نوى الصوم فصام حلق يعني انتي لغو جري مالين تا أيو مركا ولا ليال نيستيين او صوم وانو صومي وهو لم يأكل لكن شروط باكتا وحوية وينان عنتعنين ولم يشرب بينا عبين ولم يجامع حرير قوغلتنا الآن الله سمينين حاس كيسي ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر سيدو كلانا آنو سمينين وحيالها دورية صونكا وحي كدنبيي صلاة دي صباح وحي كدنبيي فصومه صوم كيساس ونيستي مركا مالنتي برقدي وسك نيستي صحيح وصوم صحيحة مع أنه لم ينوي من قبل الفجر يسوغو أينو أغنها وليبا إنو آنو نيسنين يعني ناس قرح دين تاني صوب بحين كهور يسوغو أينو أغنها إنو نيسنين أو مالنتي برتن كيدي سك نيستي هدانا صوم كيسي صحيح بل نقونيسا والدليل هو حنو الدليل أرنتا أنه صلى الله عليه وسلم نبيك أيا دخل وحو صغل على أهله حاس كيسي أمر رير كيسي بو صغل النبي فقال وحو كرده النبي هل عندكم من شيء وحمه يسان لعنو ومالين أيو صغل النبي عليه الصلاة والسلام برقدي مركا محور ده وحل عنا ما هيسان قالوا وحي دهن مركا أهل كيسي نبيك أهل كيسي رير كيسي وحي دهن لا عنت ما هينو قال مركا سوح ده النبي فإني إذن صائم هدبا أنيغو إمن كوان صومان هاي هدبا أنيغو إمن كوان صومان هاي هل كاوا حلقة قاتي ولا ليال هدو عنته للاهان ووسكي عوني كريي ووصون كي سنها هاوي ما هكي واجب كا هدو عنته للاها يدهان عنته وانهن وعوني هدي مركا ومركي ووايين وحبه وان صومان هاي وإذن كلمة إذن إمن كوجري ظرف للزمان الحاضر وظرف الزمان بلاي ده دايو وحي هدي يترى لكو تسيسا وحتاجن إمن كسعوني فأنشأ النية من النهار وحو النية دكا بلابي مالنتي فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار وحين تاسي تسيسين أي بنات هينو قفك النيسان كرو مالن تبرقدا ويسك النيسان كرو صون كسنها أي حديث قال لك قاتمك قوله أدنا إن كسر نقنق ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه هذه مسألة مهمة ترد كثيرا مثال ذلك قف با مركا ولا لينوحو نيستي شكي با وحا كقلي يعني بريتولي وحو نيستي وحو داهي نية أيوب بحيي وحو ليا هاي هدي بريتولي صون نقطو وين سوميا هدي يعني بريتولي صون هاي نما سوميو نية سياسو كلاه بو قلي ولو نوى هدوقف نيستو إن كان غدا من رمضان هدي بريتولي أي رمضان انتهي رمضان كاسان مركا ونيستي هدوقف سيدار دهو لم يجزه بو يري كما قد ميسو مركا وحوي يلابا قول باجراما ومذاهب تويكو كلا خلافت خلاف توينهن خلاف كنا مركا وينو شيغنا ان شاء الله تعالى خلاف كنا وينو شيغنا كحوغن لبدنا وينو تلمامنا ان شاء الله تعالى هذه تاني مسألة ومسألة مهمة آدم مهمة وي او هاد يترال سو نق نقطة مثال ذلك تصالا وحكم إذا تصالا بحننا وحكم إذا رجل نمبا نام وصيح ذا مبكرا غره وصيح ذا ليلة 30 من شعبان habeenkii soddonka shacbaan uu soo galayay ayuu iska seexday goor hore wuxuu seexday midalan 4 galabnimo ama 5 galabnimo ayuu iska seexday dabadeedna habeenka markaas soddonka shacbaan uu soo galay waxa dhameystirmay 29kii bisha shacbaan ayaa dhameystirantay waana habeenkii uu soo galay soddonka shacbaan uu soo galay ayaa markaa walaalyaal oo ay noqon karto ramadaan ay noqon karto
رمضان أي نقون كرتو سيدو كلانا أي نقون كرتو شعبان صدن كيلا لما يستري كرو هبين كاس مركا ولا ليال أي قف كاسي وحو إني يستيو وحو لبري تولي هدي أي نقوتو صون وان سومية هدي أي نقوتو شعبان صدن كي أي نقوتنا مسومية نيت سياسو كلابو ليمي وانو سيحدة وحو سيحدي شنتي قلب نمو تبددنا صبحين وصوك عي سبحان الله ما حين نقول إذا قفك حل كيسا نيد سداسة رجل نبى نام وسحد مبكرا قره وسحد ليلة الثلاثين من شعبان هبين كيس الضناد شعبان بسحد وفيه احتمال وحنا صورة قلا هيد أن يكون هذه الليلة تين هبين كاس يعني نقطه هي أول ليلة من رمضان وح صورة قلا هيد هبين كاو سحد إن نقول له هيد هبين كي وجوه الرئيسي بشهر رمضان فقال وحون دهنينكي إن كان قد من رمضان فأنا صايم هدي بريتو لا رمضان إن قطة ونسومية ويدعى ذا مرك قاركود ولا ليال ويدعى ذا مرك قاركود فالمذهب أنه لا يصح المذهب كاسي وحو تلمامي إن أنا أنصحي إن نيد داسي وحين كوح عللين أما يعني سبب لوغا ديجي إن أنا نيد داسي أنصحي إن وحي دهن لأن قوله إن كان قد من رمضان فأنا صائم وقع على سبيل التردد هذا الكو يري بريتولي هدي أي نقطوب رمضان أيان سومية وحا كتير تاعي العلي ساما شكي با كتير تاعي دهن سيدا ويدا صونكي نيدي سي لامو يمن الرسمي غا هايدا العلي سبا كتير تو مركا صونكي كمان صحي أي دهن وعلومة دي مذهب كاسوي واي سيدا وكلانا واحد دهن والنية نيتنا لا بد فيها من الجزم قف كن يدي سنا وين اي كوتر تقوان يعني وين كقوان سدا نيته او كغو يا او عزيمه دي قوان كن يدي كتمات يا قلبي فلو لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر ثم تبين انه من رمضان فعليه قضاء هذه اليوم وحي تلمامي المذهب كاسي اما قول كاسي روايه اس واحد تلمامي سولاليا هدي قف كي مركا نيته نوع عاسلين اي دهي بريتولي هدي أي رمضان نقطة وين سومي يا أيوب بريتو لا هدي رمضان نقطة وين سومي هدي أنا رمضان هين دي سومي ما يصير سو يدي نيت سو كلا قف قاسي مركا وار يعني وهردد أو كعب أو أي قاعدين ولي با يعني قرح دينا أي صوب بحذي أو يعني أوكتي وبريك دب أي تحس يعني حل وما وقت ويا هاي أي نعدا تمارين تحسين رمضان تهاي قف قاسوم كيسي كما أنصحيو ee waxa laga rabaa in uu soo qaleeyo ayay markaa riwaayadaasi tilmaamaysaa riwaayada kale oo Imaam Ahmed laga soo wariyay ayadona taa cagsigeeda ayay tilmaamaysaa waana sida uu xoojinayo Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah waana nusheegidona insha Allah ta'ala war riwaayatu thaniyatu riwaayada labaad waxa weeye ani Imaam Ahmed Imaam Ahmed soo wariyay anna sawma sawmkin sahih inu sahih noqonayo ila tabayna markaa uu cadaado أنه من رمضان إن أي مركا إن بيش رمضان هدي أي مالتها بيش رمضان إن نقطو أو أي كلا عداتو صنكي ووكا أنصحيا واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تانا وحا دورتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا الرجل إنكا تردد تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية way hal kana dabo walaaliyal yadana aan istul taagno sababtoo ah way raka kantahay wayna yar culus tahay marka walaaliyal halkana aan istul taagno walaaliyal culumada madaahibtu way isku khilaaftay qolaba dhan bay xoojisay qola waxay dhahayeen nimba nin ayaa wuxuu niyeystay habeenkii 30ka shacbaan uu soo galay ayuu wuxuu dhahay caawa haday noqoto ramadaan baritoole waan soomayaa yujuri هدان النقونين ده رمضان بما هي مسوميو ايو دهي ساسو نيدي سي كريي شخصي غاس هدوا لسكو قبطي واحا ليلي هدو شخصي غاسي او سيحدي يعني او سو انتو سيحدي ده بدنا او سو كعص صلاة دي صبح كدب اما معناها اوكتي وابري مركي اللا اركي كدب او مالنتي ده سونكو اي بلامتي او اينا اي عداتين او مالنتا سي سونو يهي shaasiga niyadda noocaas ee taraddudka la yimi soonkiisu miyuu u jiraya mise uma jirayo riwaayadii hore waxay tiraa ma qowlkii hore wuxuu dhahay madhabka yaacni uma jirayo sababtoo ah cilcelis buu niyadiisi ka dhigayo niyaduna waxay ahay in ay la go'aamiyo oo la gooyo ayay ahay mar haddii niyadaadii cilcelis iyo shaki galisay kuma jiraysa ayuu riwaayadaasi tiri riwaayadda kale markaa iyadoo Imaam Ahmed laga soo xiganayay iyada laftigeedana waxa weeye waxa sheegaysa
inuu soomkaasi uu saxiix yahay sababtuna waxay ku cilleeyeen ama sababta waxay ku ay dhaheen waxa weeye qofkani markan uu celceliyey ee uu yidhi baritola haddii ay soo noqoto waan soomaya niyadda noocaasa markuu geliyey macnaheedu ma aha yacni shaki uu ka qabo niyad yacni shaki uu ka bixinayo soonkiis ee waxa weye celceliskani wuxuu ka yimi waqtiga wuxuu ka yimi bisha thubuuti shahri yani sugnaanshaha bishaasi haddii ay ramadaan noqoto waan soomaya marka sida marka saxiixa waxa weeye ama yacni sidaynu xoojinayna waxay tahay qofkii haddii uu dhaho baritola haddii ay soo noqoto waan soomaya hadduu sidaa dhaho niyaddaasi way u jiraysaa sidaasaa marka saxiixa wala way jirta marka walaaliyaal dee qowlkaa kale aynu tilmaamaynay waayahay dib baynu ugu noqon doonaa insha allahu tacaala wixii mugdiyana waynu ka sixi doonaa insha allahu tacaala waxaa garan weydeenna way weydiin doontaan intaa yare ugu dambaysa ayaan raacinaya qowluhu waman nawa liftaara aftara qof baa wuxuu iska niyaystay inuu afuro wuxuu iska niyaystay inuu jabiyo soonkii qalbigiisu ka go'aamiyo wuu go'aansaday markaa wuxuu yidhi soonkii waan jabinayaa macnaa aftara aftara waxaa looga jeedaa buu ku yidhi in xallat niyatuhu wafasada yowmahu kama low nawa qadca salaati fainaha tanqadicu waa qof marka niyaddii uu lahaa waan soomayaa niyaddii ka laabtay oo maalintiisiina fasahaadiyey tusaale ahaan waa sidii qof salaada ku jira markii salaadii uu galay markaa walaaliyaal niyaystay ama go'aansaday inuu salaada uu gooyo dabadeedna ay ka go'day markaas niyaddu mar walba waa muhiim weeye aad iyo aad bay markaa muhiim u tahay qofkii hadduu markaa niyadda uu ka go'aansado ama qalbigiisa uu ka go'aamiyaan cunto cuno ama cabitaan iska cabo niyaddiisina ay sidaa ku fasahaado ama maalintiisii uu sidaa ku fasahaadiyo markaa soonkii sidaas uu kaga burayaa ama maalintaas qalaheedii baa lagu leeyahay marka halkaa waxaa ka duwan walaaliya waxaa ka duwan waxaa jirta waswasa shaytaan shaytaanka mararka qaarkood waswasa ayuu qofka qalbigiisa ku soo tuuraa iyo xanshaashaq buu ku soo tuuraa oo wuxuu leeyahay intaad cuntan yacni biidsa aad aragtid ama hambeegar iska aragtid ayuu shaytaanki wuxuu kugu soo tuuraya alla macaanaan lahayda inaad damka siisidaad cuntid ayuu shaytaanku kugu soo tuuraya ama waxaad arkaysaa adoo gaajoon iyo xoog u gaajoonaya ayaad biyaa halkaa ka arkaysaa saafi ah oo xareedoo macaano maa u saxa ah deetana wuxuu ku dhahayaa shaytaanki intuu waswase kugu soo tuuro alla balag biyaha macaan talow demma ka siisaayo ma cabtaa haddana waad go'aamisa waxaad tidhi maya waan soomanahay yacnii ma cabayo marka way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin niyadda markaa la leeyahay soonkiibaa fasahaad ee waa ta go'aanku uu ku jiro ma aha ta waswasada iyo xanshaashaqa shaydaanka iyo naftu ay isugu sheekayso waa ta markaa go'aanka iyo markaa ay la socoto casiimada iyo markaa niyadda la go'aamiye ee la socoto taas weeye ta loo jeeda waayahay aan mar kale ku noqono insha allahu tacaala halkaasi markaa aan usii usii dil istaagno oo markaa walaaliyaal wixii mugdi aynu uga saarnay insha allahu tacaala wuxuu ku dhahay walaaliyaal nin baa wuxuu niyaystay baritoole in ay baritoole hadday soom noqoto waan soomayaa buu yidhi baritoole hadday soo noqoto waan soomay hadday soo noqon weydana ma soomayo qofkaasi wuu seexday wuxuu soo kacay qoraxdii markii ay dhacday yacni qoraxdii markay soo baxday baan u jeedaa ayuu qofkaasi soo kacay waxaana caddaatay inay maalintaasi ramadaan ay tahay qofkaas soonkiisii sidee buu noqonayaa ma saxiix baa mise saxiix maaha waa la isku khilaafay qola waxay tidhi mar hadduu niyaddiisa uu taradud geliyey oo uu celceliyey walaaliyaal waxay tidhi soomkaasi uma jiro oo waa soo qalaynayaa qolo kalena waxay tidhi maya ee waxa weeye soomkiisi waa u saxiix oo waxaan uu taradudka geliyey ama uu celceliyey ee uu sidan isugu celceliyey waxa weeye waa thubuutu shahri waa sugnaanshaha bisha ayuu celceliyey oo wuxuu dhahay bishaasi hadday sugnaato ay ramadaan noqoto waan soomayaa haddaanay ramadaan noqonna ma soomaya saasuu qofkaasi uu dhahay وهكذا ولا ليال إن حسن إن شاء الله تعالى إن كسو قلنا ندينا إن مركا إن شاء الله تعالى هدي عن شاني سيسنو سؤالها آد بادتكو حقو فهمان إن مركا تشيد والكا أيا كدح فايدي سنية وخانات ديار بايلها الكا يقبنان مركا ولا ليال سؤالها وان كدح فايدي سنية ديار موتي هدين إنتاين إن سؤال إسكا ويدينو مركا هورا إنتا إنو ما تعشك يدرسيك إنو آخريني yacni ma fahanteen walaaliyaal ma fahanteen oo wuxun ma idinka baxeen boqolkiiba labaatan hadday doontaba ha noqotee walaaliyaal boqolkiiba boqol cid saa wax wada fahantay ma jirto subxaan allah laakiin boqolkiiba labaatan boqolkiiba shan iyo toban boqolkiiba sagaal
wixii 110 ka hooseeya marka dhegtaynu jiidayna insha Allah ayaan si fiican waxba u fahmin. 110 haddaad ka hooseysid dhegta lagu jiidayaa. Miyaa ku soo wada celiya? Subxaan Allah, muuqaalka dib u daawo qof ii doonaya in dib uu casharka ugu laabto. Iminka su'aalahan bilaabaya, waayo su'aalaha inta badan marka kitaabka qaabkiisa la qiimada ah ee luqadda carabiga iyo la tarjumayo wasaas uu ku yara adkaanaysa marka laakiin su'aalaha laga dhigo ayo kale way fududaanaysa marka su'aalaha ayaynu bilaabayna insha Allah ta'ala mid iyo laba ama intii markay noo suurtowda casharradii ama daruustii maanta aynu dhignay insha Allah ta'ala walaalayaal. walaaliyaal su'aashida koowaad ee aan soo qabanaya waxay tahay qofka musaafirka shukri waxaad 190 boqolkiiba 90 waad mahadsantahay walaaliyaal 190 waa hay weeye maasha Allah tabaarakallah Allah ku xafido Allahna ha kugu weelayo aad baad u mahadsantahay su'aalaha ayaan iska bilaabayaa imika su'aashida koowaad aan soo qabsanayo khayr Allah ku siiyo su'aasha koowaad aan soo qabsanayo waxa weeye qofka walaaliyaal musaafirka ah ama qofka marka socotada waxaanu nidi saddex xaaladood mid weey saddexdi xaaladood bal mid walba xukunkeedii wixaanu nidi ayaa diiga jawaabisa insha Allah qofba waxa isugu mid ah in uu soomo iyo in aanu soomin waa isugu mid qofka maxaa wanaagsan inuu sameeyo ma inuu afura ayaa isugu ayaa wanaagsan mise in uu soomo ayaa wanaagsan waa isugu mid waxa isugu mid ah inuu soomo iyo in aanu soomin wax dhibo labadaba ka soo gaadhisa ma jirto su'aashu waxay noqonaysaa keeba wanaagsan marka ma inuu soomo wanaagsan mise in uu afuro ayaa wanaagsan cudurtaarka uu ka faa'iideysto su'aashu dhankiina weeye ka jawaabo walaali idil waxay tiri waa inuu soomo maryama waxay tiri waa inuu soomo ayaa wanaagsan miya mise in aanu soomin ba wanaagsan farxiya waxay tiri inuu afuro wanaagsan waayahay mid walba dacilladeedina waynad raacisaa walaaliyaal yayna noqonin marka kalaaskii marka koowaad ee iskuulka marka la bilaabayo miyad dheertahay mise waad gaaban tahay intaasoo kaliya haa maya intaasoo kaliya aynan ku joogi jirnin waynaanu raacinaa cilladda iyo sababti muxuu soomaya maxaad haddaad tidhi wuu soomaya sabab baan doonaya haddaad tidhi ma soomayo waay ayaan inuu soomo ayaa fadli badan cag saaxba yidhi ayaan xuseen sidoo kale inuu soomo ayaa fiican haddii isugu mid u tahay umurayaan waxa tidhi inuu afura ayaa wanaagsan hadda waa isugu mid baan kuuli iska hubsada waa isugu mid waxa isugu kaymida dhibigama soo gaadhisa inaan soomo marka waa inaan soomo iyo inaan afuro cuntada cuno waa isugu kaymid keeba wanaagsan marka inaan sameeyo hadduu soomo inuu soomo way u khayr badan tahay maasha Allah maryama ayaa soo raacisay inuu soomo ayaa u khayr badan wa anta sumu khayru lakum inad soontaan ayaa idin khayr badan oo ka faa'iideysta bisha barakeysan ee ramadaan laana way isugu mid bisha ramadaan waa lagu jira isugu midna way ku tahay dibna kama soo gaadhayo mar hadaanu dib ka soo gaadhin isugu midna ay ku tahay waxa ku wanaagsan inaad soontid wa anta sumu khayru lakum inad soontaan ba idin khayr badan waayahay xaaladda labaad waxa weeye xaaladda labaad ayaa su'aasha labaad aan u gudbiyo waxa weeye qof musaafira ama socota ah ayaa soonkiiba dhib buu ku yahay oo kadeed buu ku yahay kadeed iyo dhib ayuu ku yahay haddii uu dhib ku yahay muxuu samaynayaa ma soonkii miyuu soomayaa mise soonkii xaaraan buu ka noqonayaa mise muxuu samaynayaa muxuu falayaa shaqsigaas qof weeye musaafir oo socota ah hadduu soomo dhib iyo kadeed buu kala kulmayaa qofkaas xukunkiisu muxuu noqonayaa miyuu soomayaa mise soonkii xaaraan buu ka noqonayaa oo iska daynayaa muxuu samaynayaa walaali waa dhib iyo kadeed buu ku yahay waana socota waana musaafir wey wuu afurayaa wuuna soo qalinayaa maasha allah tabaarakallah allah ku xafido baarakallahu fiik xaaraan ayuu ka yahay ma soomayo sababtana de waynaad yara raacisaan sababta raaci wuu afurayaa marka tidhaahdaan wayna sababta raacisaan leanno kida 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 wayna soo raacisaan sababta marka walaaliya wuu iska dhaafayaa ayuu yidhi cabdifataax sidoo kale umurayaan waxa tidhi ma soomayo maya ma soomayo laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha alla ma yacnii qofna dusha kama saarin waxay awoodda mooye
وافريا سببتو اه صومكو صومكا ايا كحرام بنقنية ان ما سوميو ما هينو صوم حران ايو كنقن ان انو سومين ويه واي صومكو حران ايو كياي عبد الفتاح محمد ديريا خير الله كسيو واسود دوي سيدمانتين قف كي هدي اي مشقه كو تهي او اي ديب اي كو تهي ان سعوتنا ويهي مسافرنا ويهي الهي با عذر دار وكسيي كفايده سو شرعي اسلامكا يا اسلامكا وناكسن فضود مركا ما سوميو قف كي نفتي سنين وهلاغو لمرو waye halkan waxaan u gudbaynaa walaaliyaal een su'aal kale ayaan u gudbaynaa haweenay ayaa waxa weeye waxa haweenay xaamila ah ama haweenay marka ah een murdicada ho ilmo nuujinaysa ayaa nafteeda ayay u cabsatay nafteeda ayay u cabsatay dabadeedna cuntadii way iska cuntay maxaa lagu leeyahay haweenayda hay samaynaysa lagu leeyahay haweenay xaamila wey ama ilmo nuujinaysa waye nafteeda oo cabsato dhibba soo gaadhay waxay tiri haddaad maanta aanad cunto cunin yacni nafteedii baa cabsato waxay tiri waad geeriyoonaysaa ama halis baad gaadhaysaa cunta iska cuntay miskiinadaasi xukunkeedu muxuu noqonay ayaan waxay tiri waa inuu soo qalleeyaa ayaa maysu jawaabtii hore wali la wadaa su'aashan kale insha allahu tacala ka jawaaba haweenida xaamilada ama haweenida marka murdicada ah ilma yar nuujinaysa nafteedii ayay u cabsatay nafteedii ayay u cabsatay mar haddii nafteedii u cabsatay maxay la imanaysaa way soo qalaynaysaa bay dhaheen alqadaa qal ayaa ku waajibay waxaa lagu leeyahay haweenida xaamilada inay soo qalayso jazakallah salaad sidoo kale rayaan sidoo kale waxay tiri ma soomayso qallana waa lagu leeyahay way soo qalaynaysaa way cunaysaa wana soo qalaynaysaa way qalaynaysaa ما شاء الله اد اد بنو غهلي جوابهنا الله يدين حفيده ما شاء الله تبارك الله واسا شيكتين ويسك عونيسا وين سوق لينيسا مركا ان مالينتي دي وين سوق لينيسا مركا مالينتي لكن كورن ولا ليا هوين دي حامله ده ما مرتعد اهي ايا وحي وعبستي ايد النفته دو ما عبسنين لكن وحي وعبستي علمه اي دشي بي وعبستي علمه اي دشي ayay u cabsatay markaana maxaa ku waajibaya ama maxaa laga rabay la imanaysa jawaabta su'aasha jawaabtidina imika soo jawaabay insha Allah imika yadu nafteeda ma cabsanaysa waxay u cabsanaysa caruurteeda oo haday soonto yaani dibba soo gaadhisay ilmihi yaraa ay naaska nuujinaysay ama ilmihi ay xaamilada waahay marka maxay sameynaysa soonkay soo qalinaysa waxa kale laga rabaa haye waa inay soo afuriso miya kafaro way soo qalinaysaa kafaro way cuni markaana way qalinaysaa un la sidaynu nidi qalle iyo fidyo maasha allah allah idin xiftiyo walaaliyaal waxa laga rabaa maxay inay soo qalayso kow iyo maxay in ay haa waa ku waajibaya qalla iyo inay miskiin qoodiso khair alaak si aad iftaah idil sidoo kale way tidi way qalaynaysa miskiin way qoodinis may way soo qalaynaysa hal miskiin way qoodinaysa inay soo qalis haa waa hakeeda saas marka ay culimadu badiin raaji haawi waxa weeye haweenidii hadii ay qof ilmeedii u cabsato yadi way marka walaaliyaal way iska cunaysa wayna soo qalaynaysa sidoo kalena miskiin ayay qoodinaysa maalin kasta ama maalintii ka tagtay waayahay ka warrama haddaba su'aal kale oo imanaysa ka warrama walaaliya haddii ay u cabsato nafteeda iyo ilmaha yar labadaba ay u cabsato dabadeedna way iska cuntay oo way iska cabtay haweenidaasi marka maxaa ku waajibaya ma xukunkeedu muxuu noqonay muxuu xukunkeedu noqonay waxay u cabsatay nafteeda iyo ilmaheeda labadaba ayay u cabsatay markana maxaa ku waajibaya walaaliya الله يحفظكم قال لك لي اي عائشه سوقرتي قال لك لي وهكذا اساسا اي جماهير تو اي قبان قال لك لي اي امرك لغو ليهي سببته اقف حنوسن يو كلي اما مسافر كلي اي لم يتهي واد ما سنت دين ولا ليال وقتي او اسكور يا ودد وان كسي سكن ان شاء الله تعالى ان وحن غدبيا سؤال كلي او كسابسيسن صدح لي الريموت اي سي شبهه صدح لي الريموت اي سي شبهه هي هداسي في عنو فهنتين
قف با يعني و صومي إلهي أمرك يتبدا نو واش مالنتي بو واشي ومجنون بو قف كي ونقضه مرفوع القلم قلم كي بابا دوش لغا قادي قف كاس مركا سونكي سو مان صحيا سونكي سو مان صحيا وسواش كوبا سيدو كلا قلم لو لي قف كي مركا يعني يسو عادي هو عافي ما طبا يعني و واشي إلهي من كما غنغلنيا انت مركا حنوسني سنه الله كدول قاد يعني قف كي واشي اما مسكحده كتشرنادي ان سون كيسي ما انصحيا قالنا ما نقول لي ياهي وعيت النور ميا قال لا ايا كو كو ما قال له قف يعني ومرفوع القلم بنكوري ومرفوع القلم ميا هي ميا قالنا لو ما لها قالنا لو ما لها وايو ما قال له لو يلم واي واي ما قال له لو يلم واي قفك واشي ماي وحلا قوم لها امينه واحد تدي سيده كله mana ansaxayo qalana lagu mala barakallahu fiik amina ka jawaabtay su'aashii sida sax ahayd en ruuhas sonki kamana ansaxayo xitaa haddii uu dhowr toddobaad jeer baan soomaya laana waa marfuucul qalam weeye sonku waajib ba kuma aha ruuha marka waalan waa sida ilmaha yar ee laba jirka saddex jirka afar jirka lix jirka weeye wax weeye marfuucul qalam waxba lagama qoray subhanallah kaas waa qofkii marka majnuunka ahaa weeye qof baa jira marka suuxay ama koomu galay ka marka maalintaas oo dhan uu soo xsana ka maxay isaga ku waajibay isagu miyuu soo qalaynaya mise maxrub soo qalaynayo en sonkiisu miyuu ansaxaya isaga miyuu ansaxaya sonkiisu waa koow miyuu soo qalaynaya mise uu iska sii wadanaya saqir ayuu lamid yahay may ma ansaxayo qallana lagu malaha waayo uu xisaab la yahay aan su'aasha kale ka jawaab walaaliye su'aashii ma kiidin weydiin ma ansaxayo qallana lagu malaha laakiin kamid ah dadka ku waajibay aan jawaabta su'aasha jawaabta bixinaysan su'aashii hore jawaabta diba mi ka timi subhanallah su'aashani mi ka nidi aan idin weydiyo walaaliye fahma qofka marka koomada galay ama suuxay soonkiisu ma ansaxaya qallana miya lagu leeyahay qofka suuxay qalle ayaa lagu leeyaa rayaan bintu maxamed ayaa ka jawaabtay su'aasha waxay tiri qofka soomay qofka suuxay qallo ayaa lagu leeyaa laakiin soomku ma ansaxayo laakiin soomki ma ansaxayo way walaaliyaal soonka adaba su'aasha saa ugu dambaysan ku soo gabagabeynaya insha Allahu ta'ala Allah idin barakeeyo su'aasha san ku soo gunaanadaya barnaamijka insha Allahu ta'ala waxa weeye walaaliye su'aashani soonka sunnaha ah soonka sunnaha ah goorma la niyeysan kara haddan maalinta iska niyeysto ama habeenka iska niyeysto maalinta ma niyeysan kara yani goorma la niyeysan kara xilli ma ayaa la niyeysan kara soonka sunnaha ah maaha kafaralka ah kafaralka ah su'aashaas aadad ka jawaabi kartaan yadana wad raacin kartaan wamaadsantahay walaal jazaakum allahu khayran رمضان كريم ها رمضان مبارك هبينكي ايو نييسانيا حتى وا سونكا سنها بانكو دي خليغا يعني مالينتي من نييسان كرا مالينتا دخديده و نييسان كرا وها كا جوابتي مريم ايا كا جوابتي و اسكا نييسان كرا برقداس شانتا لخدا تضبد سيديدا سغالكا تبنكا الا كوبي تبنكا اسكا نييسان كرا هدان وحبا عنين وحنا عبين وحيالها صونك بوريان آنو الله إيمان سبحان الله وين نكسور رمنا رنتا آدي آد بدو مهد سنتي دين جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لكم ألا الدن بيجينا هدا فو إنك إيادة من تنبا كوي مركا ملايكتو أيود عيسو الله إنك يلو آد دو مهد سنتي دين كوي ويلا يعلي المقانا الله إنك يلو ألا نهينا فهنسيو جزاكم الله الله إذن حفتد الله نهيدي كابال مريو وما سنت يدين وانو يبريتو له إيا برنامج يوان هلكا كسي قادني يبمركا كتاب كيني إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.